حضرتك في البداية اخترت مجال التصوير ودرست تصوير وأصبحت مدير تصوير، يعني كيف يأتي هذا الاختيار؟ هيأتي من حكاية تكاد تكون طريفة وممتعة. اتفضل. عمتي الله يرحمها كان عندها دولاب خاص بيها في غرفتها بتحتفظ بيه بكاميرا بوكس قديمة، فالطفل الصغير استنى إن عمته خارجة عندها مشوار واخترع خطة جهنمية ازاي يفتح غرفتها ويتسلل عشان يطلع الكاميرا من الدولاب ويقعد يتفرج عليها ويرجعها مكانها قبل ما عمته ترجع من بره. هذه الكاميرا اللي انا شايلها لحد دلوقتي كأحد اكسسوارات مكتبي بعد وفاة عمتي الله يرحمها، كانت أول شيء لفت انتباهي لفن التصوير. احنا عندنا هيستوري في صناعة السينما تخطى ال 120 عام. تاريخ طويل طبعاً. 120 عام عندنا صناعة سينما، فأعتقد إن الحفاظ عليه شيء مهم جداً. حضرتك عاصرت جيل المخرجين الكبار، وتذكر عنهم يعني أشياء كثيرة كانت جميلة في تعاملهم مع بعض، وفي تعاملهم أيضاً مع النص السينمائي. هل فعلاً كان يعني بيتبادلوا النص السينمائي عشان كل واحد منهم يضع ملحوظات عليه لصديقه الآخر؟ يعني أنا من حسن حظي أني اشتغلت فيلم البداية مع المخرج الراحل الكبير الأستاذ صلاح أبو سيف. أيوة. وزاملني وتزاملت معه في رحلة إلى دولة المجر عشان نطبع الفيلم هناك في معامل المجر، فكان عندي من الوقت الأستاذ صلاح كان بيحب رياضة المشي فكنا بنمشي كتير، وأثناء المشي كنت بسمح لنفسي بمنتهى الأدب أني أسأله بعض الأسئلة، عدد من الأسئلة. ففي أحد المرات سألته عن علاقات التنافس بين الزملاء، فقال لي أن كل سيناريو لعمل هو عمله أراه الأستاذ الراحل بركات والأستاذ كمال الشيخ، وقال لي العديد من الأسماء من زملاء مهنته اللي كانوا كلهم بيتبادلوا قراية سيناريوهات الأعمال، وكل حد فيهم يكتب ملحوظاته لزميله عشان يستفيد منها أثناء تنفيذ الفيلم. شيء جميل جدا جدا.